والله مش هاي، انا قلت لك الاغاني الوطنيه، بس انا الحين ما بطلع من الاغاني الوطنيه الحين. انت باغونه هنا، باغونه هنا، باغونه هنا، صارت شعار حق بعض الاشياء. صح بشعيل، هذا سؤال وايد مهم. شوف كل مطرب عندنا، لما نسوي مثلا احصائيه على مطربين مثلا بس بالكويت عندنا عدد كبير، لكن الاغنيه الوطنيه الحلوه واحده. شلون يتم الاختيار يعني المطرب هذا اللي يغني هذه الاغنيه مثلا؟ انا اقدر احسب منافسه وشلون؟ اكو 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 حتى الاغنيه العاديه ممكن اعطيها اربع مطربين زين، تضرب مع واحد ما تضرب مع الثلاثه. لا بس انت راح تتفق مع واحد اول شيء. لا قصدك انت تخصص شلون الاغنيه تنجح. لا اغنيه وطنيه واحده، ما انا ما اقدر اجيب اربع مطربين يغنون مثلا اغنيه يا دار مثلا. اوكي واحد راح يغنيها من الاساس اللي شلون يتم الاختيار؟ يقعدون منه الشعراء، شركه انتاج تقعد مثلا. لا لا يعني الحين الحين مثل ما على قولتك انت قاعد تقول والله انا والله عندي اغنيه وطنيه ما ابي الا نبيل شعير مثلا يعني. وهذا واقع، هذا واقع صار زين يعني. اوكي مشكور جزاك الله خير، هذا هذا هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله حباني يعني اعطاني هالميزه اني انا موصل جيد للاغنيه الوطنيه، فيصير عليك تهافت. فدائما انت لا يا موسم الوطني عاد تنتقل يا الشركه الفلانيه او شيء من سبق لبق، اللي يقول لك ترى انا مسوي لك السنه ابيك محجوز، فتصير حق الشركه الفلانيه او طيب. بس هذا كل موضوع. وبعدين من اللي يبرني دائما حبيب قلبي اخوي الصغير بشار الشطي. حبيب بشار من يذهب شيء وهذا تلقى لابد، اقول له ها، قال لي عندي لك شيء انطر شوي ما علم سوي فنتك يعني كذي كذي. طيب وش عيد هذه الوطنيه والروح الحلوه اللي تضيفها البيضه اللي داخلك، ايه هي اللي تخليك تحمق وتعصب لما تسمع اسم الفنان كاظم الساهر؟ لا انا الحين ترى على فكره ما يعني خلنا اقول لكم شيء يعني، هذا الموضوع ممكن سكره يزعجك. يزعجني ما لي شغل بحت، هو كيف فنان نعم. لا جمهوره ولا لا مستمعين ولا محبين، وانا ايضا لا انا بس طبعا انا في فتره صارت من فترات في شويه لغوه وخلصنا نعم. يعني شوف انا بعد انا قايل لك هالاسئله ما بيها لا هي مو مشاجرات ترى مو خلافات هو عن الوطنيه وعن الامور. ابو شعيل والله لو بتكلم جايين نستانس والله يا ابو شعيل لو اقرا الورق راح تزعل والله ما قاعد اقرا. اي لا تقرا والله ما قاعد اقرا، خليك على الطبيعه. انا يعني شوف مو اول مره قابلك، بس انه يعني قاعد اسالك اسئله والله من القلب، بس انه قاعد اخذ معلومات شنو اخر شيء انت سويته وقاعد نتكلم عنه. ترى طلعت بريك صار بالعكس مالنا ما طلع بريك زين ترى قاعد يقول لنا طلع بريك بس احنا مستنيين معك. تبي نطلع بريك؟ تبي ترتاح؟ لا لا خذ راحتك يلا.